شكرا، ادعوكم للترحيب معي بضيفنا الكريم الذي انضم الينا على الهواء مباشره من نيويورك، الاستاذ صفي الدين دياب الكاتب والمحلل السياسي. اهلا بك استاذ صفي. سعداء طبعا بانضمام حضرتك لينا، وابدا معك من حيث ركز التقرير الذي تابعناه منذ قليل حول الحديث حول الولايات المتأرجحة، أو في رواية أخرى الولايات المؤرجحة، بمعنى أنها تؤرجح كفة أحد المرشحين عن الآخر. أطمع في كرم حضرتك بمزيد من التحليل حول يعني كل ما يظهر حول هذه الولايات. صحيح، هناك ثلاث ولايات أعتقد من وجهة نظري أنا أنها ستلعب دور كبير جدا في حسم المعركة الانتخابية المقبلة. أولها بنسلفانيا، ثانيها ويسكنسون، ثالثها ميتشيغان. أعتقد الثلاث ولايات هذه هي ستكون الحد الفاصل، وإذا ذهبت هذه الولايات أعتقد ستذهب لطرف واحد ضد الآخر. ويسكنسون وبنسلفانيا ولايات بيقوم على مبدئين، المبدأ الأول وهو مبدأ التكتلات التصويتية الكبيرة بالنسبة للتوجهات الدينية المختلفة، سواء كانت اليهودية أو الكاثوليكية أو الإسلامية. نلاحظ أن هناك مثلا ولاية كميتشيغان ذات الوجود العربي الكبير والعراقي الكبير والإسلامي الكبير. نلاحظ ويسكنسون الوجود الكاثوليكي الكبير. نلاحظ مثلا بنسلفانيا الوجود اليهودي الكبير، الوجود الإسلامي الكبير، وأيضا هناك وجود كبير جدا بالنسبة للجاليات الكاثوليكية. فأعتقد الطريق محفوف بالمخاطر بالنسبة للمرشحين، ليس لمرشح واحد ضد آخر. وأعتقد أن التصريحات الأخيرة لقداسة البابا فرانسيس بالأمس أعتقد ستحسم الأمور لصالح الرئيس ترامب في هذه الولايات الثلاثة، خاصة وأن البابا ترك الباب مفتوحا وقال صوتوا لمن هو الأقل ضررا. وهنا حينما يعني نقف أمام هذه العبارة سنلاحظ من هو الأقل ضررا. أولا الأقل ضررا بالنسبة للكنيسة هو من لا يتعارض مع أستاذ صفي. معذرة للمقاطعة وتكرما إذا كان الممكن فقط أن يعني تضبط اتجاه حضرتك للكاميرا لكي نتمكن من رؤية حضرتك بشكل أفضل مما هو عليه الآن، ولكن إذا يعني أذنت لي أما هنا قد قاطعت حضرتك، المسألة المرتبطة برأي قداسة البابا، يعني المجتمع الغربي والولايات المتحدة الأمريكية يعني لطالما تحدثوا في أكثر من مناسبة حول مسألة فصل الدين عن السياسة، ويعني صدعوا أدمغتنا بهذا الأمر. الآن يبدو رأي قداسة البابا مؤثر في المشهد السياسي. طبعا سيؤثر بشكل كبير جدا في المرحلة المقبلة، وسيسكب الزيت على النار داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لا ما أريد تعقيب حضرتك عليه، الدين هنا حاضر في السياسة. طبعا يقبلون ما يحرمونه علينا. نعم، بدليل نحن نتحدث عن كاثوليك في الولايات المتحدة الأمريكية. ما هو حجم الأتباع الكاثوليكية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ 52 مليون، من بينهم حوالي 20 مليون صوت. وهذه الأصوات كما تعلم بيحصل عليها المرشح الجمهوري دائما، وهي التيار المحافظ أو ما يسمونها بالتيار المحافظ أو الإنجليكانز. وهذه التجمعات الكبيرة بالطبع ستصب في مصلحة الرئيس ترامب ضد هاريس، لأن يمكن هاريس وقعت أيضا هي والديمقراطيين في مشكلة كبيرة جدا الآن، وهم يفكرون في الوقت الراهن إلى سحب تصريحاتهم الخاصة بعملية الإجهاض بالذات، لأن عملية الإجهاض كما تعلم هي تتعارض مع الكاثوليكية، تتعارض مع الإسلام، تتعارض مع بقية الديانات السماوية. فهي بالطبع يعني قانون وضعي، فهل نستطيع أن نغلب القانون الوضعي على القانون اللاهوتي؟ أعتقد هذه هي المفارقة الكبيرة الموجودة، والتي ستؤدي إلى مزيد من الانقسام في الرأي حول الوضع داخل هذه الولايات التي تهتم بمسألة الدين. نعم، هذه نقطة موجودة في الوسط الغربي في الولايات المتحدة الأمريكية، في الجنوب في تكساس وعدد من ولايات أخرى أيضا
وهي بتذهب لمرشح معين، لكن أعتقد هذه الاختلافات الموجودة والمتواردة والتي يمكن تحدث عنها قداسة البابا فرانسيس، أعتقد هيكون لها يعني تأثير جدا في تغيير اتجاه الريح في المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك الكثير من استطلاعات الرأي كانت بتصب في مصلحة كاميلا هاريس، ويمكن كاميلا هاريس بتواجه عاصفة خلال ال 72 ساعة الماضية. العاصفة هذه أتت من عدة اتجاهات، يعني الاتجاه الأول هو النشطاء، النشطاء من غير الملتزمين بالحزب الديمقراطي، والنشطاء من الليبراليين، والنشطاء من المؤيدين للصف الفلسطيني، والنشطاء من الرافضين للهيمنة الإسرائيلية على صناعة القرار داخل البيت الأبيض، ومنه بدأوا يكشفون العلاقة بين هاريس وإسرائيل. هذه نقطة يمكن سكبت الزيت على النار أيضا. وتلاحظ حضرتك بعد هذه العاصفة التي تعرض هاريس، فوجئنا بأن محاولة اغتيال قد تعرض لها أيضا ترامب أثناء تواجده. لماذا هاريس يعني تنال القسط الأكبر من النقد في هذه المسألة؟ هيمنة اللوبي اليهودي أو الصهيوني حاضرة بقوة، سواء وجدت هاريس وجد بايدن وجد ترامب وجد أوباما، فالهيمنة حاضرة بشكل لا يمكن أن نغفله، يعني ربما مع ترامب أخذت الشكل اللي هو الواضح والصريح بشكل فج يعني، ولعل في ذلك خير لمن يريد أن يتعلم أو يعرف حقيقة واشنطن تجاه المنطقة العربية. يمكن هاريس تختلف عن الآخرين، هذه نقطة. يعني مثلا أوباما أو بايدن أو أي رئيس بيناصر إسرائيل، وبيناصر وفقا للدستور أو وفقا لتعهدات الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة يعني حماية إسرائيل وأن تكون إسرائيل آمنة في منطقة الشرق الأوسط. أما بالنسبة لهاريس فهناك عملية بحث وراء هاريس. لو تناولنا هاريس 2011 وكيلة نيابة في إحدى ضواحي كاليفورنيا، 2012 محامي عام على مستوى ولاية كاليفورنيا، 2016 هاريس سيناتور كاليفورنيا، 2020 هاريس نائبة الرئيس، 2024 هي المرشح الأكثر قوة وبيقول أنا ضامني بيت الأبيض. فيمكن هذه التحركات بالنسبة لهاريس وسرعة الانطلاق والتحرك باتجاه البيت الأبيض يعني وراءها غموض كبير جدا. من أين أتت كل هذه القوة لوكيل محامي عام على مستوى الولاية، وفجأة تصبح هي السيناتور وبعد زواج مع دكتور موف؟ يعني برضو في غموض كبير جدا حول هذه العلاقة. عظيم. ويمكن العلاقة هي وقعت فيها في الفخ، لأن ترامب كان ذكي جدا في المناظرة، يمكن هي الحاجة الوحيدة اللي قدر يعملها في المناظرة بشكل ذكي جدا، إنما قال أن هاريس عدو لإسرائيل، ولو هاريس وصلت السلطة ستزول إسرائيل. هو لم يكن يقصد ذلك، ولكن هو كان يرمي هذه الصنارة لها حتى ترد عن نفسها وتقول عما قدمته لإسرائيل. بالتالي هي يمكن تبارت في الفخر بمساندتها لإسرائيل، وأنت لا تعلم العلاقة وأنت، وبدأت بهذه الطريقة. فأعتقد أثار تحفظات كثير من التيارات التي تبحث وراء هذه القضايا. هنا يشهد صحوة كبيرة جدا بسبب وسائل الميديا والصور التي خرجت من غزة ومن الإعلام العربي، وبدأت تترجم وبدأت تنتشر في كل مكان، وهذه بالتأكيد يعني أصبح لها أثر كبير جدا في صناعة عام أمريكي جديد يختلف كثيرا عن، ويمكن هذه النقطة أعتقد سيكون لها تأثير على عموما أسعدتنا أستاذ صفي بهذه المشاركة والإطلالة معنا، على وعد إن شاء الله بتواصل جديد ومتابعة مستمرة مع حضرتك الأستاذ صفي الدين دياب الكاتب والمحلل السياسي متحدثا إلينا مباشرة من نيويورك. ومن